عام يا نائب عام. النيابة بقت بكام؟ احمد يا ابن الزن، بطل حقد وبطل عين، بطل حقد وبطل عين، يا محامي قول قول، احمد زند من الفيولون، يا محامي قول قول، احمد مكي من الفيولون. رد يا نائب مصري عام، رد يا نائب مصري عام، اخر الشهر بتقبض كام؟ اخر الشهر بتقبض كام؟ انت بتقبض 100 و1000، انت بتقبض 100 و1000، ولا بتقبض 1000 في 1000، ولا بتقبض 1000 في 1000، ولا بتقبض 1000 في 1000، ولا بتقبض 1000 في 1000. يا دي الذل ويا دي العار، يا دي الذل ويا دي العار، الهوضة ضربوا نبديك يا ابو حماه، بالروح والدم نبديك يا ابو حماه.
قولوا المك وقولوا للزن، قولوا المك وقولوا للزن، اوعى تخش معانا في العين. والمحامين هيربوهم، والمحامين هيربوهم. سجل سجل يا تاريخ، سجل سجل يا تاريخ. القضاء بقى بطيخ، القضاء بقى بطيخ. هو ده حال القضاء، هو ده حال القضاء. كبيره يحكم بالطلاق، كبيره يحكم بالطلاق. ناسه اللي يضرب اهله وناسه، يبقى خسيس من ساسه وراسه، يبقى خسيس من ساسه وراسه. اللي يضرب اهله وناسه، اللي يضرب اهله وناسه، يبقى خسيس من ساسه وراسه، يبقى خسيس من ساسه وراسه. يا للعار ويا للعار، يا للعار ويا للعار. المحامي اتضرب بالنار، المحامي اتضرب بالنار. يا للعار ويا للعار، بيضرب نار، حتى الزند بيضرب نار. يا محامي قول قرارك، يا محامي قول قرارك، يا محامي قول قرارك، يا محامي قول قرارك. مش عايزين أوضة مبارك، 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 مش عايزين أوضة مبارك. الرحيم، اهلا بكم في سجن دار القضاء العالي. الساده المحامين محبوسين كلهم جوه دار القضاء العالي بامر من صاحب المحكمه.
يا شعب مصر، ايها الشعب، محامين مصر محبوسين، ايها الشعب، المدافعين عنكم محبوسين بامر من السلطه القضائيه. من يحمي الان السلطه القضائيه سوى رصاص مسدساتهم؟ قضاة التزوير، قضاة الرشوه، قضاة الفساد اصبحوا الان قضاة يحمون انفسهم بالرصاص، بالرصاص. الان القاضي اصبح بلطجي، دم المحامين يسال على ارضيه المحاكم. ايها الشعب، اغيث المدافع عنك الوحيد، المحامي ما زال هو الوحيد الذي يدافع عن الشعب المصري الذي ضاع والذي اراقه بعض القضاة. من حبس الثوار سوى القضاة؟ من يعطل محاكمة الرئيس الى الان هم القضاء. من يحاسب احمد عز الملعون في سجن الترى هو احمد عز. الناس دي لسه مستنية محاكمة ليه؟ ليه لغاية دلوقتي مستنيين المحاكمة؟ الثوار بيتحبسوا 24 ساعة وحسني مبارك وحبيب العدلي لسه قاعدين يحيينا ويحييك ربنا. هي دي السلطة القضائية اللي بينادوا بيها. اهلا بيكم في زمن الحرية، اهلا بيكم في مصر بعد ثورة 25 يناير. ثورة، افيقوا يا شعب، افيقوا يا محامين، افيقوا يا مصر، كفى بك هذا المنظر. محامين محبوسين، القضاء مش عايز حاجة غير ان هم يحبسونا وحبسونا. هنستنى ايه وبعد ايه؟ لغاية ما يتحبس في بيوتنا؟ لغاية ما يتعامل معانا اقذر من اللي كان بيتعامل معانا قبل كده؟ هلموا يا شعب، انقذوا مصر، انقذوا مصر، مصر امانه في ايديكم، حرام عليكم تضيع.